إني أحب هذه الحديقة، إنها هادئة وجميلة ومكان ممتاز لفنان مثلي ليأتي إلى هنا ويرسم. أحيانا يأتي البط ليتفرج على رسمي له. البط لا بأس كموضوع للرسم، ولكنه ليس موضوعي المفضل. الحيوانات أيضا مواضيع جميلة للرسم، ولكنني أفضل الناس على كل شيء، كل أنواع الناس ومن كل البلاد، وخصوصا الأطفال. وفي الحقيقة هذا هو السبب الرئيسي الذي يجذبني لهذا المكان. وفي يوم الصيف هذا لم يخطر على بالي أبدا تلك المغامرة التي كانت تنتظرني، مغامرة بدأت هنا في هذه المنتزه. لقد بدأت المغامرة عندما أخذ الأطفال طريقهم إلى الحديقة، حيث الكل كان فرحا ما عدا طفلة واحدة اسمها كالي، طفلة فريدة جدا. هذه هي الطفلة التي شاركتني المغامرة، لقد كانت هادئة وحساسة كما استشفيت من نظرات الحزن في عيناها الكبيرتان. ولكن كالي كانت مختلفة عن بقية الأطفال، حيث أنها صماء، لكنها كباقي الأطفال تحب اللعب ولكن لا سبيل، فهي وحيدة ومعتزلة. لقد انعزلت كالي عن العالم كله، انعزلت عن الأطفال وعن الكبار، حتى عن الله نفسه. كل ما كان لكالي هو جدتها والدلفين الرمادي الذي كان بمثابة لعبة لتسليتها. ترددت كالي يوميا على المنتزه، حيث كانت هذه طريقتها في البحث عن أصدقاء. ومن حين لآخر كان يقترب منها أحد الأطفال ظنا أنها كالآخرين. تحبي تلعبي معنا؟ اتركها ما بتسمع، هي ترشة، تعال معي. لقد كان عالمها عالم السكون والخوف والعزلة، ومرة أخرى تنعزل كالي في وحدتها. طفل آخر اسمه أنطوان هو أيضا كان يأتي إلى المنتزه، وكان رفقاؤه يغيظون كالي باستمرار. لقد كان أنطوان مغرما بالتمرن على الجمباز، ولكن خلال تمارينه بقيت دميته الجديدة تسقط من جيبه، حتى صمم تخبئتها وراء الشجرة. وكونها صماء لم يمنعها من الحصول على ما تريد، لقد أغاظها أصدقاء أنطوان، والآن جاء دورها لمعاملتهم بالمثل. ولكن للأسف لقد كان أنطوان ضحية انتقامها، مع أنه لم يكن سيء التصرف معها كالآخرين. وصممت كالي على تخبئ دميته على أي حال، إن الوحدة قادرة على أن تجعل الناس يتصرفون بطريقة غريبة. وكيف كانت تكره أن تفوت الفرصة عليها على عمل الأشياء، وخاصة عندما تجمع الأطفال بعد الظهر للتمتع بأكلة البوظة الشهية. جلست كالي في وحدتها غير قادرة على سماع ضوضاء الأطفال وجرس بائع البوظة، وجلستها المعتزلة جعلتها هدف ممتاز لأصدقاء أنطوان. العربية، هاي هاي العربية، العربية، هاي هاي يا بنت ابعدي، يا بنت سيحي من طريق العربية، سيحي يا بنت ابعدي، يا بنت سيحي، هاي اجت العربية، سيحي يا بنت. شو صار لك؟ صار فيك شي؟ هي ما بتسمع، ترشة. إنه أنطوان الذي أبعدها من أمام العربة، وهو أيضا الذي وجد صديقها فيلبر وأعاده إليها. لقد شعر أنطوان باللطف والعطف عليها، مع أنه كان يشعر بالحرج أيضا، ولكن لا عطف أنطوان ولا لطفه استطاع أن يمنع الآخرين من النظر إليها نظرة النقص، وبالأخص بوتش. لبعض اللحظات كانت كالي محط الأنظار، وبعد ذلك كمرات أخرى كثيرة عادت كالي لوحدتها. لقد كان البحر مكانها المفضل على صخرة الشاطئ، حيث اختلت كالي بأفكارها بعيدا عن الأطفال وكيدهم، وبعيدا حتى عن الكبار. لم تستطع كالي أن تسمع صوت الأمواج، ولكنها استطاعت أن تشعر بالرذاذ المالح
ولطف وأنس خليقة الله. هنا في هذا المكان تقابلت مع كالي، وكان سبب مقابلتي بها الصوت الصادر من الطرق على علبة فارغة، حيث كان هذا هو أحد هوايتها. لا، لم تستطع أن تسمع صوتها، ولكنها أحبت جدا أن تشعر برجفها وهزاتها المختلفة. أما أنا فضايقني صوت غوغائها. طبعا لم يكن عندي أي فكرة أن كالي كانت صماء. وعندما سألتها ماذا تفعل، بطبيعة الحال لم تسمعني، وطلبي منها أن تتوقف لم يجدي بشيء. ولولا روبي أحد الأولاد الذي أخبرني عنها لما عرفت أنها صماء. لقد وزعت في الماضي بعض النبذ على الأطفال في الحديقة، ولا بد أن يكون معي نبذة أخرى. ربما تكون هذه هي الطريقة التي أبدأ بها علاقتي معها. لم أصب الهدف عندما فكرت أن رشوتي لها تجعلها تحتفظ بالنبذة، ولكن ما قيمة النبذة عند طفلة لا تستطيع القراءة؟ لقد كنت على وشك خسارة النبذة، ولكن بالتأكيد قد خسرت الحلوى. ربما كانت أكبر حاجة في حياة كالي هي أن يحبها أحد بإخلاص. إنها تحتاج أكثر من التعاطف عليها، وأكثر من النبذة، وأكثر من أسفي عليها. إني أريد أن تمتلئ حياتها وعالمها الصامت بمحبة الله. وفجأة شيء جذب انتباهها. لقد جذب رسمي انتباهها. المغامرة، الصورة، أشخاص من الكتاب المقدس، لقد أعجبت فعلا. ولكن الرسم وحده لا يمكن أن يكفي. كثيرا ما يشعر الفرد منا بالتضايق في حضرة الشخص العاجز، وشعورنا بالحرج يقودنا لعدم إحساسنا معه وتقديم الأسف عليه. لكن إذا أردت أنا أن أحترم كالي كشخص وبطريقة ما أقتحم عالمها، لابد لي وأن أتخلص من كل هذه الشعور والأحاسيس الراسخة والتي لا أساس لها. كان علي أن ألقي جانبا عواطفي الساذجة وأن أواجه الحقيقة. هذه ليست مجرد طفلة مشردة، إنها شخص يحبها الله، إنها عزيزة عليه، وعنده لها شيء خاص. لقد علمت أن الله يريد أن يلمس كالي بطريقة فريدة. ولكن إن أردت أنا أن أكون الآلة التي سيستخدمها الله لإظهار محبته لها، علي أن أذهب الميل الآخر. والميل الآخر في هذه الحالة يعني أن أتعلم لغة الصمت. ولهذا صممت أن أذهب إلى راعي كنيستي لاستعارة بعض الكتب لإرشادي. جون، خذ هذا الكتاب يمكن يساعدك. شكرا. في أي وقت؟ الرب معك. إن مدرسة الكتاب المقدس الصيفية سوف تبدأ عن قريب، وسوف أكون مشغول في الرسم للأطفال. لذلك صممت أن أستخدم كل وقت الإضافي لتعلم التكلم بالأيادي. في دقائق وعند سماع ترنيمة الرجل الغني تجمع كل الأطفال، ومرة أخرى استخدمت موهبة الرسم لأري محبة الله للأطفال. لم أنتبه لها، ولكنها كانت تنظر من بعيد، تنظر ولكن غير قادرة لا على سماع الموسيقى ولا على فهم الصور ولا الكلمات التي تفوهت بها. يا لها من بركة أن يكون للإنسان القدرة على السمع، بركة عظيمة عادة لا نفتكرها. يقول الكتاب المقدس: الإيمان يأتي بالسمع، والسمع بكلمة الله. ترانيم، كلمات، رسومات، وأيضا قصص مصورة. بل هل هذه كلها تعني أي شيء لكالي؟ وفي يوم ما صلب يسوع على الصليب، لكن لماذا مات؟ لأنه أحبنا ويريدنا أن نذهب إلى السماء. كان ينبغي أن يموت المسيح على الصليب لأجل خطاياهم، وهكذا مات المسيح لأنه أحبني وأحبكم أيضا. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong.
strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. بينما وقفت كالي لتشاهد الأطفال في الحديقة، أخذت أنا في رسمها. كانت هذه طريقتي الخاصة في إظهار شعوري نحو الشخص الذي أحبه. طبعا ليس هذا بديل للمحبة التي تعمل وتتعب من أجل الآخرين، ولكن أحيانا ينطق الفن عبارات يصعب على الإنسان لفظها. لقد أردت أن أعرفها رغبتي في رفقتها بطريقة لطيفة حتى لا تنفر مني وتذهب بعيدا، ولكن كمرات عديدة سابقة هذه المرة أيضا لم أنجح. لقد شعرت أن الرسمة الأولى لم تكن تماما جميلة. لم أراها عندما أخذت صورة المطروحة، ولم أراها عندما مشت بعيدا. ويا ليتني قد رأيتها وتمكنت من خطة بوتش وأصدقائه. ولأنها كانت تحب الشاطئ، كان هذا أول مكان بحثت فيه عنها. وحتى مكانها الوحيد الذي تحبه قد تحطم بغلاسة وعدم اكتراث الأطفال. لقد أخذوا منها وأضاعوا الشيء الوحيد الذي أحببته، لعبة رمادية صامتة تماما مثلها. لم تستطع أن تسمع ولم تقدر على التكلم. صديقتها الوحيدة ورفيقة حياتها. بعد أسبوع رأيت كالي جالسة لوحدها، فقررت أن أذهب إليها وأجرب معها ما تعلمت من لغتها. طبعا الكلمة الوحيدة التي كنت أعرفها كانت كلمة التحية والسؤال كيف حالك. لقد كانت هذه المرة الأولى التي ابتسمت لي فيها. لقد أرادت أن تتكلم حقا. بلى، وأخذت تشير وتشير وتشير. ولسوء الحظ لم أكن أعرف سوى مرحبا وكيف حالك، ولكن حتى هذا القليل قد ترك فيها الأثر الكبير. لقد انتهزت هذه الفرصة وأطلعتها على إعلان لحديقة الأسماك، وذهبت لجدتها لأخذ الموافقة، وبعدها ذهبنا سويا.
لقد انتابنا الجوع بعد أن قضينا يوما كاملا في حديقة الأسماك، ولذلك قررنا أن نأكل بعض الطعام. وهنا قررت أيضا أن أقدم لها شيء كمفاجأة خاصة. ولم يكن رسمي هو المفاجأة الوحيدة لكالي، لقد اشتريت لها أيضا لعبة أخرى بدلا عن التي فقدتها. إني لا أعلم ماذا أحبت أكثر، رسمي أم اللعبة. كان هذا يوما طويلا، ولكنه أيضا يوما مملوءا بالذكريات. لقد كانت كالي ملتهفة على أن تخبر جدتها بيومها الممتع، وبعد أن أظهرت لها محبة الله بدأت كالي تثق، وكان هذا انتصار عظيم. لقد بدأت تعلم لغة الصم بأكثر جدية، الشيء الذي استخدمه الله لمباركة حياة كالي. ومرة أخرى اتصلت براعي كنيستي وحصلت على كتاب رسومات لمواضيع كتابية، راغبا في إيجاد طرق بصرية لإيصال رسالة الإنجيل لكالي. هذا الرسم كان واقعي يمتاز بالإيحاء والدراما، ولكنه كان خاليا من القدرة على تفسير رسالة الإنجيل وموت المسيح من أجل خطايانا. يا ليت رسمي يعني بعض هذه التفاسير. كيف يرسم الإنجيل؟ وكيف ينبغي أن أظهر يسوع المسيح؟ يقول الكتاب المقدس أن به وله كل شيء قد خلق، وإليه وجه الناس صلواتهم. الخليقة؟ نعم الخليقة، لكن كيف يمكنني إظهار ما هي الخليقة؟ علي أولا أن أرسم الإنسان، لأن الله أحب الإنسان كثيرا جدا. لقد خلقت محبة الله الإنسان، وكان الإنسان بدوره قادرا على خلق أشياء بقدرته العقلية ومواهبه. وربما يصبح من الأسهل علي أن أفسر كيف خلق الله كل شيء إذا رسمت أولا قدرة الإنسان على الإبداع، وبهذا المنشار والمطرقة والمسامير والخشب وبعطية الله العقل والجسد يخلق الكرسي. لقد لونت يداه باللون الأرجواني لإظهار عملية الخلق، وباللون الأخضر لونت الكرسي لإظهار المخلوق. إمرة وملابس ومقص وإبرة وخيط، وها هي تستخدم عطية الله يداها وموهبتها لتصمم فستان. ومرة أخرى استخدمت اللون الأرجواني لتلوين الأيدي لإظهار المصمم أو الخالق. الله من لا شيء خلق العالم، الكون. وأيضا من لا شيء، من التراب خلق الإنسان، كل إنسان. يا ترى هل فهمت هذا؟ ليست الخليقة موضوعا سهلا، ولكني أشعر أنه ينبغي أن تفهم كالي من هو خالق الكون، العالم وكل إنسان وحتى كالي. وفكرت أن أبدأ من البداية، ربما استطعت أن تفهم ما أردت أن أريها من خلال هذا كله. لم أرد أن أسرع، لأنه كثيرا ما فقد الناس الصبر معها في محاولة إفهامها، ونتيجة لذلك كانت كالي هي الخاسرة في عدم فهم الكثير. لكن في الحقيقة كانت كالي تريد أن تفهم، وتفهم كل ما فاتها. شخصيا لقد تمتعت برسم صور الخليقة، ورجائي أن تكون قد تمتعت كالي بنفس مقدار تمتعي لها. حقا لقد كنت أجهل تماما صعوبة هذا العمل. رسم واقعة داود وجليات كان شيئا سهلا، أما محاولة رسم معنى كلمة خطية فكان أمرا صعبا كل الصعوبة. رجوت أن أجذب انتباهها برسم رجلا ينهب المصرف وبصبي يسرق الحلوى، ولكني لم أكن متأكدا فيما إذا استطاعت أن تربط هذا بنفسها أم لا. إن كلمة خطية صعبة حتى على بعض البالغين في فهمها، كم بالأحرى على هذه الطفلة الصغيرة. لهذا حاولت أن أظهر لها نتيجة نهب الرجل للبنك وماذا يحدث للصبي الذي يسرق الحلوى. لقد لونت الخطية باللون الأحمر، يقول الكتاب المقدس إن كانت خطاياكم حمراء كالقرمز، وباللون البرتقالي لونت النار التي هي العقوبة الأبدية للخطية. لقد أردت أن أسألها فيما إذا شعرت بخطأ سارق المصرف وسارق الحلوى، وأيضا باستحقاقهما العقاب أم لا، ولكن الإجابة على هذا السؤال كانت واضحة وحتمية. ولكن ما أريده هو فيما إذا رأت كالي نفسها كخاطئة أم لا. كيف يمكنني أن أظهر لها أن كل الناس كلهم خطاة في نظر الله، إن الناس أخطأوا بتمردهم على الله، وأيضا برفضهم هبته لهم المسيح
وهذا بطبيعة الحال أكبر خطية. كل الناس خطاة، كل شخص، وهذا الحكم جلب العقوبة الأبدية على الجميع. لقد رأى يسوع العالم وكل بني آدم الجميع خطاة، والكل قادم إلى الدينونة. وكم أحزن المسيح هذا، لقد أحب المسيح العالم جدا حتى بمحض إرادته ذهب إلى الصليب ليأخذ خطية العالم ودينونته ويضعهما على نفسه. لقد مات من أجلنا وقام أيضا بعد ذلك واهبا لنا فداء أبديا. وبينما أنا أرسم لم أستطع أن أمنع نفسي من التفكير في كالي، وحاولت التوصل لإدراك مدى قبولها لعمل الله. وإن تابني الشعور إني في الحقيقة لم أفتكر قط في أهمية محبة يسوع لنا لدرجة موته لأجلنا إلا عند تلك اللحظة التي أحدد فيها هذه اللوحات لأظهر لها محبة المسيح، تلك المحبة التي فاقت كل محبة. لقد مات المسيح من أجل خطايانا حتى لا نموت نحن معاقبين لخطايانا. لقد شعرت بنجاح في ربح ثقتها بدرجة كافية تمكنني من إخبارها ما في قلبي تماما. لقد قصدت الانتظار بينما أتت هي لتنظر بعض الرسومات، ولكن حسب الظاهر لم تتأثر. لقد كانت هذه صدمة قوية، كل هذا التعب والآن لا شيء. نجحني. أوكي، ربما تعود إليهم في وقت آخر. لم تكن كالي الطفلة الوحيدة في حياتي، والأمر الذي لم أحسب له حساب هو ازدياد اعتمادها علي، الشيء الذي جعلها تزداد في الغيرة على هذه الصداقة. لقد وجدت شخصا يحبها ولم ترغب في أن يشاركني معها أيا كان. تذوقت بعض الشيء من محبة الله، لكن سؤالي يبقى، هل يأتي اليوم الذي فيه تشارك كالي محبة الله مع الآخرين؟ كم كان ضيقي، لم يكن رسمي فقط بل كانت محبة الله أيضا موضوع رفض كالي. والآن وأكثر من أي وقت مضى أرى حتمية إظهار محبة الله المجانية لها، الشيء الذي هي في أشد حاجة إليه. وعدت مرة أخرى للرسم من جديد. لقد أردت أن أريها عطية المسيح لها. سوف أرسم كيف يتقدم المسيح من جميع الناس مقدما لهم عطية الفداء المجانية. لقد رفضه الكثير، رجال ونساء معا، وحتى من الأطفال. كيف يمكنني إظهار مجيئه إلى حياتهم ليحيا إلى الأبد؟ أولا، كيف يفتح البعض باختيار قلوبهم له؟ وكيف يقوم يسوع بطرح خطيتهم رافعا عنهم العقاب، آتيا ليجلس على عرش حياتهم مديرا لها وواهبا لهم الخلاص والسلام والحرية والقيادة، وليكون ملكا على حياتهم إلى الأبد؟ لقد أدركت أن أفضل طريقة لإظهار علاقة كل هذا بحياتها وماذا يعني لها هي بوضع كالي نفسها في رسمي. لم تلاحظ كالي أني قد رأيتها وهي تتلف رسمي. ربما يريها هذا حقيقة سيطرة الخطية على عرش حياتها. وكان الله في العمل، أخذت كالي في الرجوع. لم تستطع كالي أن تقاوم قصة محبة الله وغفرانه المقدم لخطاياها. لقد أراد الله أن يجتذبها إليه، وذلك بالرغم من عجز الظاهر ومحبة الناقصة. لم ينته الله من العمل بعد، وبكل بساطة قد وضع الله الأساس الذي ستكمله يداه المباركة. وأما بالنسبة لي فلم تنتهي مشاكلي بعد. لقد أخذت كالي بمنظر الحيوانات أكثر من أي منظر آخر من المناظر التي رسمتها لإيصال الإنجيل إليها. وعندما رأت نفسها كمذنبة
رفضت حالا هذه الفكرة والرسم، وأنا أيضا معهما. في تلك العشية كان الله مازال في العمل، وذهبت كالي للنوم، وفي النوم رأت حلما، وكأن كل رسم يظهر لها حيا. وبوصولنا إلى الكنيسة كان الخوف قد فارق كالي، كانت ترتعش قليلا، لكنني كنت متأكدا أنها على ما يرام. لم يكن هناك أي إصابة لجسدها، ولكن الصدمة النفسية كانت صعبة وشديدة. لقد تمنيت أن يخدم الفرق بين معاملتي لها ومعاملة بوتش معها في إظهار معاني مواضيع رسمي لها. ربما أستطيع أن أستخدم الجسر وإنقاذي لها وكل ما حدث كوسيلة إيضاح لرسالة الإنجيل. يا ليت كالي في مخاطرة هذه بحياتي محاولا إنقاذها تستطيع أن ترى كيف ضحى المسيح بحياته من أجل كل إنسان. عندما أوضحت لكالي كيف أخذ المسيح ذنب كل البشرية واضعا إياها على نفسه، ظهر عليها علامة الفهم والشغف على أن تفهم أكثر وأكثر. لقد قرأت في رسمي حبي لها بالرغم من معاملتها لي تماما كما أحب المسيح كالي بالرغم من خطيتها. لقد لاحظت كالي أن الخطية تتربع على عرش قلبها، وبكل سرعة التقطت المسيح وطرحت الخطية بعيدا. نعم،
لقد قبلت كالي يسوع المسيح لأن يأتي ويتربع على عرش قلبها. وككل واحد منا كانت كالي تحتاج إلى امتحان، الصراع الذي يظهر الفرق بين الإيمان الحقيقي من مجرد عواطف جرداء. الإيمان حقيقي، هل كان الحب الذي اختبرته كافي لتفيض به على هؤلاء الذين يضحكون عليها ويسخرون منها؟ فيكتور، يا أولاد يا أولاد، ليش عم ترقدوا؟ مرحبا. مرحبتين. هذه فرصة كالي للانتقام من بوتش، لكن يا ترى هل ستنتقم أم لا؟ بدون شك لقد كان بوتش في ذهول تام وحيرة، وبدلا من الانتقام شاركت كالي رسمها مع بوتش. لقد أظهرت حياتها الجديدة في المسيح يسوع، وبالطبع قد رأى أيضا أنطوان تلك التغيير الكبير. يا له من تغيير. ومضت عدة أسابيع على المرة الأولى التي عادت فيها كالي إلى البحر لتلعب مع أصدقائها، ولم تعد بعد تذهب إلى أماكن وحدتها على الشاطئ. لم يكن هناك حاجة لوحدتها، لا حاجة الآن للأسف على كالي، لقد أصبحت إنسانة جديدة. والسؤال الذي ينبغي أن نسأله الآن هو: هل أنت إنسان جديد في يسوع المسيح؟ هل قبلته ليتربع على عرش قلبك؟ إن لم تكن، لماذا لا تقبله الآن؟ لقد كانت معلمات كالي في مدرسة الأحد سعداء وفخورين بها، لقد علموا يقينا بحياتها الجديدة، وخاصة عندما أرتهم كيف أزاح المسيح الخطية من حياتها. إن الله يحب كل واحد منا، كبار صغار، أصحاء أم عجز، وهذا أعظم درس نتعلمه من حياة هذه البنت المسماة كالي.